حاجات كتيرة عكس بعض، تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة. المفروض ان انا اللي مجنونه يا امينه. زي ما قلتلك كده، والله لقيت نفسي مخنوقه مش عايزه اكلم حد. كلمتك انت يا ستي وحضرت شنطتي وجيت بس كده. بس ما احنا مفهمناش برضو ايه اللي مضايقك قوي كده. اكيد مش بس موضوع الشغل يعني. ما هو واضح انها مش عايزه تتكلم. يا غلاستك، ما واضح برضو ان انا عندي فضول اعرف. بعدين تعالى هنا، احنا تلاقينا في امينه صحيح ونسينا نسالك يا حبيبي، ايه اللي رماكنا وحينا ولا ايه؟ اه صح. انا اه انا جاي اشوف فارس الاحلام الهولندي. لا والله ده انت ما كملتيش اليوم وموبايلي اتردم صور ليه. لذيذ ابن اللذينه، لسع خالص بقى يسلم. تخيلي لما المجنونه دي تقول على حد انه لسع خالص هيبقى عامل ازاي. لازم الحقها. عامه هتشوفوه بكره هتفهموا قصدي ايه. لا وبكره ايه؟ احنا فاضل شويه ونصحى. يلا حبايبي على السرير بقى عشان انا مش قادره، مش شايفه قدامي. لا انا قاعده شويه. وانت طبعا قاعد شويه فين؟ يلا يا ماما، ميعاد نومك جاي، اتفضلي. انا ماليش دعوه بيك اساسا. اتفضلي يا ماما. امينه بصي يا حبيبتي، هصحيكي الصبح بدري عشان اليوجا، اوكي؟ فرباعيه كده والاقيكي في السرير اللي جنبي، تمام؟ حاضر. يلا جود نايت. تصبحي على خير. تصبحي على خير. أمينة، طالما أنت هربانة من اللي مضايقك، يا ما تفكريش فيه خالص، يا تتكلمي، يا ممكن تفكي شوية. أنا كويس؟ أنا كويس؟ لو أنت كده كويسة ربنا يكون في عون عمر. ايه هو انا اكيد؟ لا 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 خالص، بس اصل الجو برد فجأة وانا وعدت اهلي ان انا هاخد بالي من صحتي قوي لو عايزه اسافر، ف اشوفك الصبح. طيب تصبحي على خير. وانت من اهله.
عليا كلمتي أمينة؟ لا بس زوزو كلمتها وقالت لها ان هي صحيت وفطرت وكويسه وهتقفل موبايلها ولما تفتحه هتكلمنا. طيب قالت لك حاجه على موضوع عمر؟ لا بس هتلاقي حاجه لساره. اصلا ما حدش بيحكي لي حاجه في البيت ده وانا اصلا مش فارق لي نعرف. كل واحد بقى حر يعمل اللي هو عايزه. ماشي انا نازله مش هتاخر هاخد العربيه. باي باي. ايه قولي باردون. ايه باردون اف لسه متخانقه الدبان وشها. دي متخانقه مع حد والتانيه متخانقه مع حد. بصي بقى عمر وامينه المره دي الخناقه بتاعتهم واضح انها كبيره جدا. انا عمري ما شفت امينه في الحاله دي عشان كده قلت لك سيبيها تروح لصاحبتها. ما هي راحت لصاحبتها وقفلت التليفون. هي مش عايزه تتكلم مع عمر خلاص ما تتكلمش معاه وتقفل التليفون. انا بكلمها ترد عليا. لازم ترد عليا تطمني. يا حبيبتي يا حبيبتي قلت لك انا كلمتها الصبح وطمنت عليها وعرفت انها فطرت وقالت لي هقفل التليفون ولما افتحه ابقى اكلم. تعملي ايه؟ ايوه مقفول لسه ما عملوش الاوبشن ده يا حبيبتي ان التليفون يبقى مقفول وفجاه تلاقي حد بيقول لك الو. هيطردوني. لا هيطردوني. انت لو هجم عليك ديناصور ما كنتش عملت كده. انا لو هجم عليا ديناصور اصلا هموت من الرعب من قبل. يا دي هموت هموت من الرعب هموت من الخوف هموت من الضحك. مفيش كلمه تانية؟ طيب اتفضل. شكرا. المكان ده حلو جدا. فاكر لما قلت لي انك مش عايز تعمل العمليه مش عشان خايف من الموت بس عشان حاسس ان انت مش هتبقى انت مش هتبقى نفسك؟ اه انا حاسه كده اليومين دول. انا بتغير كتير قوي. الشهر اللي فات ده عدى كانه سنين. وحاسه ان التغيير وحش؟ مش عارفه انت شايف ايه؟ انا ما اعرفكيش من زمان عشان اقدر احكم عليكي. لا اطمن كل اللي يعرفوني من زمان مش مبسوطين خالص الحمد لله. أنا قبل ما أجي هنا كل حاجة عندي اتلخبطت. البيت والشغل عمر. دي أسخف حاجة بقى في موضوع المرض التغيير. مش قصدي على تغيير الشكل يعني ده مقدور عليه. بس أنا كنت عاملة تصور لحياتي كنت راسمة خطط ومستقبل فجأة وانا ما كنتش عايزه اصلا اي حاجه من دي تتغير. انا بصراحه يا امينه حاسس انها فرصه. فرصه؟ اه فرصه. فرصه انك تكسري نظريه اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. بدينا عارفينه فاحنا مطمنين. والفرصه هتيجي وانا مش مطمنه؟ الفرصه ان المرض خلاكي تطلعي بره الخط اللي رسمتيه لنفسك غصب عنك. ويمكن السكة الجديدة دي تخليكي تكتشفي حاجات ما كنتيش عارفة انك عايزاها. كلام جميل شكله لطيف بس ده كلام. يعني انا بقول اي كلام؟ لا انا بالنسبة لي الموضوع مش سهل خالص. انا لسه بتضايق لما الامور ما بتمشيش زي ما عايزاها تمشي ولسه بتصدم لما حد بيعمل حاجة انا مش متوقعاها مني. عشان كده قفلت موبايلك؟
انت عارفه انك كده بتفضيهم؟ مش شايف ان حضرتك المفروض تبقى اخر واحد يقولي الكلام ده؟ يعني سيادتك رافض تعمل العمليه وقال لباباك انك مسافر وما سافرتش وتقريبا قطع علاقتك بكل اصحابك. باب النجار مخلع. لا ده مفيش باب اصلا. بس احنا مش زي بعض على فكره، يعني انت عايزه تتعالجي بس من غير ما تتعبي، عايزه الناس اللي حواليك يقدروا انك تعبانه بس من غير ما يحسسوكي بده. وبتقول عليا انا اني مدب؟ ما تبطل سخافه على البنت يا اخي، احسن تهرب مننا احنا كمان. كمان لا ما تقلقيش، انا ما فيهاش حيل اهرب يومين ورا بعض. كفايه كده. الو ازيك يا ميدو؟ يا مساء الفل. ايه انت تعبانه ولا ايه؟ اه والله تعبانه قوي، عندي دور برد وحش قوي. يعني مش عارف تنزل النهارده؟ لا النهارده مش هقدر انزل، انت عارف ده انا حتى كنت عامله اوردر وكنت عايزه اجيب شنطه كده من بنت فلوران بس مش هقدر اجيبها خالص. خلاص ابعتي لي عنوان البنت وانا اروح، او ابعت حد يستلمها واعطيها عليك. مش عايزه اتعبك. لا 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 ما تقوليش كده خالص. طيب خلاص هديك العنوان بس ما تجيبليش الشنطه بقى على البيت، يعني خليها بكره ولا حاجه، لو انا اتحسنت ابقى قابلك واخدها منك. تمام خلاص نظبط ونشوف. اوكي ندخل السينما وبعدين نروح لها. هو ايه اللي ندخل السينما؟ ما اكون نام. خلاص نروح لها بكره، انا عايزه ادخل فيلم. ندخل فيلم برضه؟ طب ما نخلي الفيلم بكره ونروح لها النهارده. ها ايه ده؟ شوفي مين جه. ازيك يا ليلى؟ يا علي. طب خلاص العبي شويه كده ونشوف القصه دي. تفتكري بيخش عليها الشغل البلدي اللي احنا بنعمله ده؟ لا ما اظنش، انا وانت ممثلين افشل من بعضنا. انا متاكد برضه. مال؟ لا مفيش. مفيش؟ نهار اسود. انت زعلانه لسه؟ لا هزعل ليه؟ هو في حاجه تزعل؟ بس لما اكلمك 5 مرات ورا بعض يبقى في حاجه، صح؟ هو انا ما ردتش رواشه يعني ولا ايه؟ يعني؟ انا كنت مشغول ولما خلصت كلمتك، انت مش عايز تقولي مال؟ يمكن الحاجة دي بطلت تبقى مضايقاني مثلا. الحاجة دي فعلا بطلت تبقى مضايقاكي ولا انت مش عايز تقوليها عشان ما ردتش عليكي وقتها؟ الموضوع ده ليه علاقة بالبيت؟ لا انا بفهم في الحاجات دي خلي بالك يعني، وبعدين ما احبش اكون حشر يعني، بس انا مش عايز اعرف فضول يعني، بس هو ما ينفعش نبقى في حياة بعض تبقى في حد فينا متضايق. طيب لو انت اللي مضايقني. لا لا انا اللي مضايق نكسر في دماغ بعض عادي لحد ما نحلها. انا ايه يا حبيبتي؟ في حاجه؟ اوي قولي من راشيان. مفيش حاجه مش حاجه، ما تخافيش. بتوجعني يا بابي. ليلى ما تلاقيش يا حبيبتي، ده خربوش بسيط. شوفي يا حبيبتي يلا عايز تاكلي ايه وتسويه. هناكل ونروح السينما. وليد قمر، بس بصي بقى وشك بال، يعني عايزه شويه الوان كده. خدي خدي روز. يا ماما ده احمر ده. أنا عارفة إنه أحمر وأنا عامية، محتاجة ألوان. أنت يا حبيبتي يلا. حبيبتي لو كملتي شوية كمان أنا مش هنزل. أنت بتهدديني ولا إيه؟ يلا بسرعة الناس مستنينا. اتفضلي خدي حسدك بره. ألو. أيوة يا عادل أنا كويس. ها أنا كويس، وعارف إنك أكيد مش كويسة عشان موضوع أميرة. مقلولك ولا إيه؟ دول بيقولوا لكل الناس ما عاد انا. مين هم؟ بناتي. بناتي واحده قاعده في البيت
قافلة على نفسها الأوضة أكنها قاعدة في بانسيون، والتانية سايبة البيت وهجة وقافلة التليفون ما بتردش علي. عارفة أمينة مش بتكلمك ليه؟ عشان أنت اتخانقتي معاها لما قالت لك هتروح لصاحبتها. بس أنا مش عايزك تقلقي، أنا بطمن عليها كل شوية، واتفقت معاها إنها بكرة بالليل بكتير طيب هتكون في البيت. طيب من فضلك يا عادل أرجوك خليها تكلمني تطمني، وأنا أوعدك والله ما هتخانق معاها. خلاص يلا حبيبي اصحى احنا بقينا العصر. سيبيني شويه يا ماما انا نايم بعد الفجر. طب يلا عشان تروح ميعاد الغدا عند امينه. لا مش رايح. ليه؟ هي تعبانه ولا ميعاد المستشفى بتاعها جه؟ لا ده ولا ده. ايه متخانقين؟ حاجه زي كده. يعني ايه؟ فهمني. شادين عادي يعني يا ماما. هي ليه عين تضايقك؟ مش كفايه اللي انت عامله؟ انت ايه اللي خلاك تفرضي يعني ان هي اللي مضايقاني؟ يمكن اكون انا اللي مضايقها. انت اللي ايه؟ ده انت قايل لها صوابعك العشرة شم، هو في حد يستحمل اللي انت مستحمله ده؟ ده لولا العيبه. ايوه لولا العيبه ايه بقى؟ قولي بقى الكلمتين اللي انت بتلف وتدور عليهم بقالك يومين ومش عارفه تقوليهم دول، قوليهم بقى عشان نخلص. انا ولا بلف ولا بدور، بس اصله ما يرضيش حد ان بدل ما افرح بابني واشيل ولاده افضل شايل هم مراته هتعيش قد ايه؟ المفروض ان دي اسعد ايام حياتك، ده انت وشك كبر يجي 10 سنين من كتر الهم. طب انت عايزاني اعمل ايه يعني يا ماما؟ اروح للست اللي انا كنت هتجوزها واقول لها انا طلعت عيل ورجعت في كلامي عشان انت تعبانه؟ اقول لها انت بتاخدي دواء بيهد جبال وانا مش قادر استحمل عشان عيل واطي؟ اعمل ايه يا ماما؟ سيبيني والنبي يا ماما على الصبح، سيبيني. خلاص يا حبيبي. خلاص بقى. خلاص خلاص معايا. العيش كامل اتفضلوا اتفضلوا. انت كويس؟ هتغدونا ايه بقى النهارده؟ طب ما سالتيش ابو الشوق ليه؟ ابو الشوق يا زهر مش هو منظم الرحله؟ على فكره صاحبي بيفهم عربي كويس قوي فخلي بالك. وانا قلت حاجه وحشه لا سمح الله. ابو الشوق تيمري. سليم. أمينة. بقالك فترة هنا في مصر؟ آه المرة دي 7 شهور بس، يعني أنا عايش هنا قبل كده 4 سنين. آه عشان كده بتتكلم مصري. آه لا هو امسكته عربي كويس قوي على فكرة. وأنا امسكته عربي أحسن منك الضايع. طب والله العظيم يا ضايع دي أنا اللي لسه معلمينه امبارح. آه هنزلكوا يا جماعة. أوكي. عايزين مني ايه؟ لا مش عايزين حاجه، احنا بس سامعين صوت الجمانجات بتوع الخلفيه. لا يا سخيف سخيف. لا بجد عاجبني. اه بجد؟ اه لذيذ كده. لذيذ كده. مش عاجبكم؟ اخبطوا راسكم بقى الحلوه دي في اقرب حيطه. ولا بلاش انت يا سليم صحيح تخبط دماغك في الحيطه، ساعتها لو ورا شريط مسكن حتى على الاقل هيحوق. صح؟ طيب بصوا يا جماعه انا هقوم انا بقى اطص وشي كده بشويه ميه على ما تنسوا اللي انا قلته ده. ها قولي. اول جربتي الويكا قبل كده؟ لا مش بحبها. لا يعني ما دقتيهاش ولا دقتيها وما تحبهاش؟ لا ما دقتهاش عشان مش حاسه اني هحبها. الباميه يعني صلصه معروفه. طيب دويها ايه ما تعجبك؟ مش قلنا مش كل التغيير وحش؟ ولو ما عجبتني؟ يبقى خلاص لما حد تاني يعزمك عليها تقولي له لا. قلب جامد. ماشي يا ستي. مش كل تغيير وحش. مش كل تغيير وحش. مش كل تغيير وحش. دي طلعت حلوة جدا بجد؟ انا ما بحبهاش خالص. بامية يعني صلصة معروف. لا حلو. عايزة ايه تاني؟ انت جيتي عايزة ايه تاني؟ انا قلت لكم صحيح ان كم مسافر الهند؟ اه بيقول لي في مديتيشن ريتريت هناك خطير.
وفي بقى سنترز لعلاج الكانسر، سمعت عليها كده وقريت لما كنت بدور على طرق علاج ناتشرال. اه انا قريت برضو عن الموضوع ده، بيقولوا النتائج هايله اصلا. هايله؟ انت مش فاهمه بقى. بروح كده شهرين ثلاثه وارجع لكم تكون صحتي كده ردت، وهو ياخد له مديتيشن كورس، ونرجع بقى نفتح مثلا سنتر ونقلب الموضوع بزنس بقى، والزهر يلعب معانا. يعني هو قال لك الكلام ده من دقيقتين وانت عملتي مشروع كامل كده؟ طبعا يا حبيبي، احنا بنهزر ولا ايه؟ ما بنضيعش وقتنا احنا. بس شهرين كتير يا هبه. لا 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 كتير ولا حاجه. قال لي من ست سنين ما سافريش. والله على الاقل على الاقل تلعبي توحشينا. لعلمك انت بالذات لو غبت عنك اسبوع واحد تتجنن. لا لا عايط. وحياه ربنا تعيط. ولو ان خلاص بقى شكلي كده راحت عليا يا سليم، وامينه شكلها خدت مكاني في قلبك. ده انا مش بعيد كمان ارجع من السفره الاقي معاكم شويه هبه صغيرين بيتنططوا حواليكم. عايزه ميه؟ في ايه؟ شرب حاجه ولا لا؟ شرب حاجه؟ شربه بس ولا في؟ لا بس. بصي يا بنات، احنا هناخد بريك دلوقتي، واللي عايز يشرب يشرب بس مش كتير بليز. هاي هاي، ازيك؟ انا كنت عايز اسالك على حاجه. قولي. انت بتعملي كلاس ده كم مره في الاسبوع؟ بصي انا بعمله مره واحده بس في الاسبوع زي النهارده كده. انت عجبك الكلاس؟ اه قوي، كمان بطلع فيه طاقه كده حلوه. اذا انت اول مره تحضري؟ اه اول مره. اول مره هنا ولا اول مره عامه؟ لا اول مره خالص. ايه ده نايس، انا افتكرتك بتدربي زوم في حته وجايه لنا من بره. طب بصي اقول لك على حاجه، تعالي اقفي بقى معايا قدام، زقي معايا شويه تبقي شايفه اللي بيحصل. اوكي يلا نرجع. ازيك؟ انا الحمد لله تمام. كده كده كنت هكلمك بس لخمت شويه. لا خلينا نتقابل ونتكلم احسن. طب خليها بقى بعد 9 يكون زياد نام. تمام خلاص، يبقى نتقابل بعد 9. سلام. جنبي لحد ما اخلص السيجار. قلت لك هيطردونا ما صدقتنيش. لا هما هقولوا لي ايه بقى؟ بلاش تجيبي صحابك تاني خالص، ولا ما تجيش انت تاني احسن. اسهل. هو انا ممكن اسالك سؤال شخصي جدا؟ مش مصح. لا. حاجة ليها علاقة باللي هبة قالته على الغدا، المسكنات اللي بتاخدها. اه
اه انا الدكتور هو اللي قايلك عليها؟ لا طبعا الدكتور شايف ان المفروض اكون في اوضه العمليات مش مطبر في دهشور. يعني انت رافض تعمل العمليه عشان هتخليك حد تاني بس هتكمل كده؟ هتعيش على مسكنات ووجع بيزيد مع الوقت؟ بص يا مينا، هي الحياه اختيارات. انا اخترت ان انا انبسط كل يوم فاضل لي. احنا النهارده في دهشور، بكره ممكن اروح المسرح، يوم تاني ممكن اروح لبنان اطلع في الجبل، ممكن اعمل شويه فشار في البيت واشغل فيلم وانتخ واتفرج عليه حتى لو مش عاجبني. وانا مش هقدر اعمل كل ده الا وانا تعبان طول الوقت. بس المسكنات مش الحل. انا عارف وده جزء من اختياري، زي ما التعب اللي انت حاساه دلوقتي هو جزء من اختيارك لما قررت انك تعملي العلاج. لا ما يتساووش ببعض يا سليم. لا وزي ما انت بتشجعنا على العلاج احنا كمان المفروض نشجعك. لا يا امينه، انا بشجعك انك تعيشي بالطريقه اللي انت عايزاها. انا بس مش عايزك تحس ان التعب ده هو اخر الدنيا وان الحياه هتوقف لحد ما الكانسر يروح. انا بس اخترت طريقة تانية، ياريت تشجعيني عليها. على فكرة يا شاهد أنا اتبسطت أوي النهاردة. وأنا كمان اتبسطت صراحة، يعني أنا أول مرة أتعرف على حد بالطريقة دي، بس المرة اللي فاتت والمرة دي حسيت إن أنا مرتاحة. أنا كمان مرتاحة أوي على فكرة. وعشان كده شاهد انا كنت عايز اسالك سؤال، يعني لو ينفع اخلي والدتي تكلم والدتك وتاخد منها ميعاد عشان نيجي نزوركوا في البيت؟ طيب انا لازم اطلع دلوقتي. طب احنا لسه ما اتفقناش. هطلع واكلمك ونبقى نتفق. اوكي طب خلي بالك من نفسك. اوكي باي باي. شاهد شاهد استنى انا بكلمك. شاهد هو انا مش بكلمك؟ في يا ميدو. مين ده؟ ده انا بتقرطس. انت بتقرطسيني؟ طب ممكن اطلع ونبقى نتكلم بكره الصبح؟ انا هستنى لبكره الصبح. بتحلي صوتك في الشارع، انت اتجننت؟ في حاجه يا شاهد؟ لا مفيش. انا بكلمك في حاجه؟ مفيش اي حاجه يا عصام ما تقلقش. ما قالت لك ما تقلقش. استني بس رايح. انت بتمد ايدك عليها، انت مجنون ولا ايه؟ انت جاي تعمل نمره قدام الست ولا النمره إيه؟ انت اللي بتعملها في ايه؟ هو بالعافيه يا اخي؟ ما هي قالت لك مش بالعافيه. يلا بقى وريني عرض الكتاب. انا اوريك عرض الكتاب. انت مجنون؟ واقف يا شاهد. اوعى انت يا شاهد اتلعب فوق، خلي النمره تحدي على خير. تعتي فضحتينا في الشارع وفرجت علينا الناس. هو ايه اصله ده؟ وانا مالي يعني؟ شايفيني راجع وش الصبح بتطوح؟ اهو ده اللي كان ناقص، الشارع كله واقف في البلكونات يتفرج على لانن الاتنين شبان بيتخانقوا عليها تحت البيت. اديكي قلتي اتنين شبان وبيتخانقوا، ولعلمك بقى فيهم عريس حفي عشان يقابلني. يا شاهد هتعملي فيا اكتر من كده؟ احنا اتنين ستات عايشين لوحدينا، والبنت لازم تحافظ على سمعتها. عايزه الجيران يقولوا علينا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه، انا ماليش دعوه طالما ما بعملش اي حاجه غلط. بس احنا ما نديهمش فرصه ونقول اللي عايز يقول يقول. استني هنا يا بنت، انا بكلمك. انت يا بنت انا مبقوقه منك الصراحه. ما انا فهمتك. ما انا فاهمه يا عمر، بس اذا كان الموضوع صعب عليك فهو صعب علينا كلنا. اذا كنت انت مش عارف تتعامل معاها فاحنا بقى كلنا مش عارفين نتعامل معاها في البيت خالص. ما هي مصعباها عليا برضه من ساعه ما اتخانقنا امبارح، قافله تليفونها ومش عارفه اوصلها، زي ما تكون بتبعدني عن حياتها خلاص. لما امك العادل قال لنا كده، هي ساعات هتبقى بتزقنا كلنا بره حياتها، وساعات هتبقى مكلبشه في رقابينا كانها مش عايزه تسيبنا خالص. طب وانا اعمل ايه بقى؟ انت اللي هتقرر مش انا اللي هقرر. هو الموضوع مش سهل، بس اذا كان صعب عليك ايراد انا صعب عليها 24. يا شيخ ده الواحد لما بيجي له دور برد بيبقى هيطرشق من جنابه. امال هي تعمل ايه بقى؟ الله يعينها. انا فاهم. لا مش كفايه انك تبقى فاهم. بص يا عمر، انا وعليا وطنط
هينفع نخرج بره حياة أمينة، حتى لو هي بتزقنا زي ما أنت بتقول، هنفضل طول الوقت مربوطين ببعض. لكن أنت مش مجبر. هو أنا قلت لك إن أنا مجبر؟ أنتوا عايزين تطلعوني نادل وخلاص؟ لا أنا مش قصدي، بس أنت ما شفتش هي كانت مقهورة إزاي إمبارح. أنت حر، يعني أي قرار أنت عايز تاخده أنت حر فيه، بس لو هتاخد قرار إنك تكمل لازم تبقى قد القرار ده وتبقى مقتنع بيه، وإلا ساعتها هتحس إنها عبء عليك وهتحسسها بده. أنا لازم أخلع، بس أنت لازم تفكر في الكلام اللي إحنا قلناه وتقرر وبسرعة، يا إما تخرج بره حياتها ويا سيدي محدش فينا هيشوفك ندل، يا إما تكمل بس لو أنت مصلح العلاقة دي. وأنا في كل الأحوال لازم أخليكوا تتكلموا في أقرب وقت علشان ننهي بقى المصيبة اللي حصلت إمبارح دي، موقف سخيف. تمام؟ سلام. سلام. أنا عملت لنا شاي أخضر، سكرك قد إيه؟ لا 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 لا، أنا من غير سكر خالص. وحش قوي من غير سكر. ده في الأول بس أنا خلاص اتعودت عليه وما بقتش متضايق منه. زي كده ما أنا هتعود على موضوع مرات بابا وبنته؟ أنا مش قادر أفهم، هما ليه كانوا دايماً يقولوا إن أمينة شطورة العيلة؟ عشان فعلاً أمينة كانت أشطر واحدة في المذاكرة والمدرسة. بس أنا مش غبية، وعارفة لما أنت كلمتني عشان تعزمني على العشاء النهاردة إنك كنت عايز تكلم معايا في الموضوع ده. يا عالية أنت أكيد ما أنتيش غبية، بس أنت حساسة زيادة عن اللزوم، ودايما بتحاولي تبيني من بره إنك أنت جامدة، لكن أنت من جواكي حساسة وبتتأثري. أنت من حقك إنك تكوني زعلانة، بس أنت موجهة زعلك ده للمكان الغلط. إزاي يعني يا أنكل؟ طب ماشي، أمينة كانت عيانة وفيها اللي مكفيها. طب وماما وحضرتك قلتوا برضو عليا إن أنا عيلة صغيرة، ما ينفعش تحكوا الموضوع ده قدامها؟ حبيبتي لو ده هو السبب يبقى على كده إحنا مستعيلين أمينة، لأنها هي كمان ما تعرفش حاجة. وبعدين دي مصلحة، حد يلاقي إنه يبقى عيل صغير عشان لما يغلط يقولوا معلش سامحوه، ده أصله عيل صغير. بس أنا مش صغيرة ومش عايزة لما أغلط ساعدولي الغلط لمجرد إني عالية، اللي أكيد هتغلط لأنها مش كبيرة. حتى لما اتضايقت من الموضوع قالوا اه اصل عالية مصغرة دماغها، وأمينة في عز اللي هي فيه برضو بتفكر بعقلها. بص يا عالية، انا هحكي لك على حكاية. وانا صغير كان دايما عندي الاحساس ان انا مهما عملت نبيل اخويا دايما سابقني، مشي قبلي وتخرج في الثانوية العامة قبلي وتخرج بالجامعة قبلي واشتغل قبلي، ومهما انا عملت هو دايما سابقني. كان دايما عندي الاحساس ان فرحتهم بيا اقل من فرحتهم بيا. مش المفروض ان انا اقول لك ان ده حقيقي، بس كده ابقى كداب لانه حقيقي. وكنت دايما حاسس ان عليا ضغط، الضغط ده اني لازم انجح، وما كنتش عايز نجاحي ده يتقارن بنجاح اي حد تاني. طب عملت ايه؟ سقطت. جدتك يوميها عملت مناحه، بس يوميها أنا فهمت حاجة. فهمت إن مهما كان فرحتهم بيا أقل، زعلهم عليا كان بيبقى كبير، كبير قوي. أنت إيه؟ حرام عليكي. شكلك هتحرقيني الولد. طبعًا. لو النبي ما طلبت تليفونات دلوقتي، ده أنا ما صدقت إن ورقة حلو اللوز. بنتي ده عادل. أيوه يا عادل. أمينة جرى لها حاجة؟ بنتي بتبخ تفاؤل. هي أمينة لسه قافلة الموبايل بتاعها؟ يا حبيبتي كلمتها الصبح، لكن مفيش فايدة، مادام قلق. تعالي، كنت هقطعك دلوقتي. يا بنت اللذينة أوي، يا ضامك اللي بتغرس فيا دي، إيه ده؟ إيه ده ما تشوفيش مرة؟ ميرسي مرة تانية يا عادل، متشكرة أوي.
شاهدة هتيجي بكرة ولا بعده تعمل التحاليل. شاهدي مين؟ صدق بالله إيه؟ انت وليه مهبوشة ليه بس؟ شاهدة اختنا يا طنط. المزة بتاعت اسكندرية. مزة سارة بتقول عليها زي القمر. وشها لا مدام قالتلك عنها انها زي القمر احكيلي بقى. اصلي بنتي ما بتحكيليش اي حاجة، بتحكي لكل الناس الا انا. هي شلق قوي يعني؟ بتفرش الملاية دي. هزقتني انا وامينة تهزيق، كنا واقفين قدامها ولا العيال اللي بيسرقوا الجزم من قدام الجامع. فكك بقى يا امينه من مهرجان القراءه للجميع اللي انت عامله ده، وتركزي معايا شويه. انت عايزه ايه مني يا ستي؟ عايزه يخرج معايا ديت يعني كده؟ لازم نكشف على قواه العقليه. طب انت بتقولي فيها؟ والله ابتديت اشك انه مختلف. ليه بس؟ عشان يعني مش عادي يعني، معروف ان الواحد يبقى بيحب واحده وتقع في مشكله فيقف جنبها ويساعدها، بس مش غريبة شوية ان واحد يعجب واحدة وسط كل عك ده؟ طبيعي مش طبيعي اهو حصل. طالما حصل يبقى ايه؟ نتبسط، مش نقعد بقى نفكر وندور على المنطق. لا والله بركاتك يا شيخ سليم، طفح عليكي بنظرياته النص كوم. والله وانت سايباها تتكلم كده ما تدافعش. لا 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 انا معاك. عايزين ارش؟ لا مش ارش. سليم لا سليم.